هي ما يسموها ريتاليشن يعني عمليات انتقامية، ولكن أي. هذه سوف تأخذك إلى الحرب. الحرب عادة متى تصير؟ عندما واقعا عندما يفشل كل حوار سياسي صح يتوقف يعني العمل السياسي ينتقل إلى الحرب. الحرب يجب أن تكون لديها أهداف، هذا هو الفارق. يعني أهداف عسكرية وأهداف سياسية. واحدة من الأهداف العسكرية الحقيقة هسه قبل لحظات أعلنها وزير الدفاع الأمريكي أنه القضاء على كل تهديد يعني بمس قواته مسماها العمليات الإرهابية، يعني ماكو ميليشيات والجماعات الإرهابية، القضاء عليهم. نعم لاحظ هذه النقطة، القضاء عليهم. وتذكر جنابك أنا في الشهر الثامن قلت هذه القوات تحشدت والمسألة سوف تبدأ من جنوب لبنان، يعني من غزة جنوب لبنان إلى سوريا وانتقالا إلى العراق، والعراق سوف يفرغ بشكل نهائي وبدون قوة ضاربة. ما تذكر في الحلقة الأخيرة قلت لك صح. الآن قبل أن تبدأ الضربات هم الجماعة هربوا ومقراتهم الآن مثل ما يقولون عندنا بالعراق الصوصي صح. كيف؟ وهذا حقيقة مطلقة. أعود ليش السبت؟ لأنه إيه؟ الجمعة بتوقيت أمريكا مساء تقريبا سوف يتم تشيع الجنود الثلاثة وسوف يكون الرئيس بايدن موجود في قاعدة دوبر، القاعدة الجوية، سوف يستقبل جثامين الجنود، وهذه هي مناسبة واضحة ومهمة لإطلاق الضربات ضد الميليشيات. هذا هو المنطق هكذا يقول. لذلك لما نقول الجمعة مساء في توقيت أمريكا يعني تقريبا عندكم يكون فجرا صباحا في توقيت فجر السبت، لذلك هذا هو العام.